قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن هناك خططا روسية لشن هجمات جديدة بالمسيرات، وذلك بعد توضيح أن روسيا تسعى لاستنزاف أوكرانيا. وفي تصريحات له أعلن زيلينسكي إسقاط نحو 80 طائرة مسيرة استخدمتها روسيا في الهجوم على بلاده. أسقطنا نحو 80 طائرة مسيرة، وفي المستقبل القريب قد تزيد الهجمات الروسية باستخدام تلك الطائرات. لدينا معلومات تفيد بأن روسيا تخطط لهجوم طويل الأمد قد يكون رهانها على محاولة إنهاك قواتنا ودفاعنا الجوي وطاقتنا، وأستطيع القول إنها لن تنجح في ذلك. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه بحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين هاتفيا الدعم المالي لبلاده. أشار زيلينسكي إلى التحضير لإقامة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي أوائل الشهر المقبل. تحدثت مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، ويسعدني أن تكون أول محادثة دولية في العام الجديد مع رئيسة المفوضية الأوروبية. ناقشنا الدعم المالي لأوكرانيا، نحن نتوقع الحصول على الشريحة الأولى من التمويل الكلي هذا الشهر. ناقشنا أيضا التحضير لقمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي التي ستعقد أوائل الشهر المقبل، وأعتقد أنه في هذه القمة بالفعل سنكون قادرين على تحديد الخطوات الرئيسية الجديدة لهذا العام من أجل استقرارنا المشترك وانتصارنا أيضا. قال الجيش الأوكراني إنه استهدف قوة بشرية ومعدات عسكرية روسية في تشوكلافوكا، وذلك في منطقة خيرسون. وأوضح المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية أندري كوباليف أن خسائر موسكو بلغت نحو 500 جندي من الجرحى والقتلى. خلال اليوم الماضي شنت القوات الروسية 6 هجمات صاروخية ونفذت 52 ضربة جوية و77 هجوما من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، كما قامت القوات الروسية بتنفيذ 30 غارة جوية على البنية التحتية المدنية وأخرى باستخدام الطائرات بدون طيار. لقد نجحت وحدات الدفاع الأوكرانية في التصدي لهجمات روسية، وذلك على منطقة تشولاكوفكا بمنطقة خيرسون، وبلغت خسائر موسكو نحو 500 جندي من الجرحى والقتلى. قال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة سومي الأوكرانية ديمترو زيفيتسكي، قال إن الجيش الروسي قصف المنطقة 70 مرة خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح أن القوات الروسية قصفت بلدة كراسنوبيلسكا 4 مرات بقذائف الهاون والمدفعية، كما أطلقت قذائف الهاون أيضا على بلدة شالينيسكا، حيث تم الإبلاغ عن 3 انفجارات. قال قائد الطيران بعيد المدى في القوات الجوية الروسية سيرجي كوبيلاش إن الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية ستشارك في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا خلال العام الحالي. وفي يوليو الماضي أجرت روسيا تجربة فوق القطب الشمالي لقاذفاتها الاستراتيجية تيو 160 أو البجعة البيضاء، التي توصف بأنها أخطر قاذفة استراتيجية منذ العهد السوفيتي. وهذه الصواريخ جزء من الأسلحة الاستراتيجية الروسية، والهدف منها ضرب البنية التحتية للعدو لتحقيق هدف استراتيجي هو إعاقة قدرة العدو على شن الحرب على مستوى عال. We'll be right back.
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها لا تتوقع أن تحقق روسيا اختراقا كبيرا بالقرب من مدينة باخموت الواقعة شرق أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. وذكرت الوزارة في تحديث استخباراتي أن ذلك يرجع جزئيا لاحتمال قيام روسيا بعمليات هجومية في المنطقة على مستوى فصيلة أو قسم فقط. وأوضحت الدفاع البريطانية أنه على مدى الأيام العشرة الماضية قدمت أوكرانيا تعزيزات كبيرة للدفاع عن المدينة.